هناك الآن محاولة التمرير كرة الأمام، الفرصة ما زالت قائمة والتسديدة قوية. الله، عاد لتعود معه الأهداف الجميلة الأردني علي علوان في أول محاولة وفرصة حقيقية وتهديد مباشر على مرمى الغراف، غاب عنه في الجولات الماضية لكنه يسجل. عودة قوية، عودة قوية للنجم علي علوان، يضع من خلالها الشمال. بولايا فريد لإسحاق، كرة في اليمين للغراف. الله، هو شارك من أجل أن يعود بالغرافة للمباراة، لكن في أول لمسة قام بدور الصناعة وأرسل كرة لا تضيع لعلاء. علاء براسه يعيد الفهود ويسجل للغرافة هدف التعادل. يا سلام يا إسحاق، يا سلام يا إسحاق بالفضيل، التبديل الأول في المباراة. شوف العرضية، يا سلام على عرضية مثالية جميلة. والمتابعة، كرة مرتدة لصالح نادي الشمال في الجهة اليسرى، تمريرة مصطفى طارق، خذوها جميلة. محاولة الآن، الكرة العرضية لكن الكرة ما زالت. الله، يريدون أن يؤكدون بأن فوزهم في الدور الأول ليس مفاجأة، وبأنهم فريق ثقيل 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 على الغرافة في هذه الليلة، الضيف الثقيل نادي الشمال. فريد بولايا، عمرو سراج، فريد يتقدم، فريد ينطلق، فريد فريد الكرة معاه لإسحاق، الكرة ما زالت والتسديدة. الله، إسحاق في المرة الأولى صنع، وفي الثانية تذكر بأنه هداف الفهود فأرسل الكرة بتلك الطريقة التي يكتفى بابا كرسي كان يشاهدها. بابا كرسي اكتفى فقط بأن يتفرج عليها. فريد بولايا، هدف جزائري خالص في هذه اللقطة. إسحاق فولبوب يرسل الكرة في الجهة اليسرى، لمسة جميلة. همام الأمين، عرضية على الله، على يطير، على يطير، على يطير من أجل أن يعود الفهود حيث مكانهم، حيث مكانهم مربع الكبار. الله على هذا الهدف، الله على هذا الهدف يا علاء. الكرة العرضية الجميلة من همام الأمين التي تجد راس علاء الذي يسجل الهدف الثاني له في غاية.